أهلا بكم. أكد مصدر أمني لقسم الأخبار أنه توفر للسلطات الأمنية معلومات عن وجود مجموعة إرهابية يتم تعقبها في أحد المنازل بجهة رواد، وعند محاولة اقتحام المنزل من قبل الوحدات الخاصة التابعة للحرس الوطني وقع تبادل لإطلاق النار بين عناصر هذه المجموعة وقوات الحرس الوطني، والعملية لا تزال متواصلة. وأفاد المصدر وذاته أنه أدلى بهذه المعلومات لتفادي التأويلات والإشاعات، داعيا وسائل الأعلام إلى عدم الخوض في هذه التفاصيل. مبدئيا نقول انه العملية هي نتيجة عملية استخباراتية قامت بها وحدات الحرس الوطني. حاليا الوحدات الخاصة للحرس الوطني تقوم بعملية محاصرة أحد المنازل المتحصنة فيها مجموعة إرهابية. هناك تبادل إطلاق نار، هناك مفاوضات لمحاولة إلقاء القبض على المجموعة أحياء. العملية ما زالت متواصلة، ووين معناها تنتهي العملية سنعطيكم أكثر تفاصيل. كم عدد الموجودين في المنزل؟ مبدئيا هي مجموعة، لا يمكن أنه نحدوا العدد نتاعهم. مبدئيا أكثر من ثلاثة عناصر. نحاولوا أنه تنجح العملية، ثم قدرة ربي سنعطيه أكثر تفاصيل حول هوية الأشخاص وإلى معناها الجهة اللي ينتمي لها. ويحضر معنا في الاستوديو ناطق رسمي باسم الحرس الوطني طارق العمراوي. أهلا بك. مرحبا بك أختي. هل من تفاصيل أوفى عن حقيقة هذه المواجهة؟